عشية حلول الذكرى الأولى للزلزال الذي ضرب العاصمة كاتماندو، وحد الحزن النيباليين على مقتل 9000 شخص وجرح نحو 22000 آخرين وتشريد الملايين. رئيس الوزراء كاي بي شارما كان أول من وضع إكليلا من الزهور على ما تبقى من برج تاريخي. الذكرى الأولى تحل وسط سخط من الناس احتجاجا على تلكؤ الحكومة في عملية إعادة الإعمار، حيث خرج 100 شخص في مظاهرة قرب مكتب رئيس الحكومة وطالبوها ببدء عملية الإعمار، حيث ما يزال 4 ملايين شخص يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة. واشتبك المتظاهرون مع الشرطة التي صدت الطريق أمامهم للوصول إلى قصر رئيس الحكومة، وحملوا يافطات كتب عليها السياسيون في القصور والناس في الخيام. منظمة الصليب الأحمر الدولية ذكرت أن المساعدات الدولية لإعادة الإعمار وصلت إلى 4 مليارات دولار أو يزيد، لكنها لم تصرف حتى الآن بسبب الخلافات السياسية.